تفضلي يا حبيبتي. تسلمي وتعيشي يا نرجس. وانتي محدش بيشوفك ليه يا اختي؟ خلاص يعني ده احنا مهما كان بينا برضو عيش وملح. ما انتي عارفه الشغل يا فريد، والله ما عندي وقت خالص. وانتي ناويه امتى بقى ان شاء الله؟ على ايه؟ على ايه؟ جرى ايه يا نرجس؟ احنا عارفين بعض كويس يا حبيبتي، وانا عارفه كل حاجه. الله، جرى ايه يا فريده؟ انت عايزه ايه بالظبط؟ مش عارفه عايزه ايه يا نرجس. انت مش ضحكت على ابويا ولفيت دماغه؟ ليه يا حبيبتي، هو لسه عيل صغير، ما انت عارفاها اكتر مني. انت عايزه منه ايه يا بنت الناس؟ عايزاكوا يا حبيبتي تبعدوا عننا من يوم ما لزقنا فيكم وحنا بقى في الناس. سبحان الله في طبعك يا نرجس. وانت يا حبيبتي ما بتروحش تقولي له الكلام ده ليه بقى ان شاء الله؟ والله يا حبيبتي بيسالي وما حدش ضربه على ايده. ممكن بقى ادخل اشوف ورايا ايه وتشوف ليه يا نرجس؟ ما خلاص يا حبيبتي، بكره اتكوشي على اللي وراه واللي قدامه. هيبقى ان ايه بعد ما ضيع ابنه وراه وكله من تحت راسك انت؟ فريده لما نسالك انا مش ناقصك كده يا نرجس. احنا عارفين بعض كويس، وابعدي عن ابويا احسن لك. ايه بقى عايزاني نبعد؟ ما تبعدوا انتوا يا حبيبتي، ما حدش عايز حاجه من ريحتكم. طيب يا نرجس، والله العظيم ما هخليكي تتهني بساعه واحده على بعضها انت وابويا، وهقعد على قلبك كده انت وهو لحد ما تقول حق برقبتي. انا ماشي، مع السلامه يا روح. طيب تبي توريني؟ ماشي. مع السلامه يا اختي. مع السلامه. ايه ده؟ بتعملي هنا يا بكر؟ مفيش يابا، كنت جاي اطمن على عروستك يا اخويا ومرات ابويا. طب انت مالك ومال؟ عايزه منها ايه؟ ولا عايزين مني ايه؟ انا مش خلاص فرشتلك شقه، عايزين مني ايه تاني؟ يابا يابا حرام عليك اللي بتعمله فينا ده، مش كفايه الواد اللي اترمى في السجن وكله من تحت راسك انت؟ طب بالله العظيم ثلاثه ارميك انت الاخرى في السجن قالت الادب. اسمع ما اقول لك، انت تروح حالا دلوقتي على العماره وتخش شقتك وتقفلي عليكي وتستني لغايه ما اجيلك. فاهمة؟ لا مش فاهمة ياب. وبعدين انت داخل لها ليه دلوقتي؟ مالكيش دعوة، لحسن ادبك بكف ايد اشيل وشك. امشي من قدامي دلوقتي لحسن العفريت بتتبطل في خدقي. نرجس يا نرجس. اللي خلانا نخبي على كل اللي حوالينا هو وضع رجب نفسه. الاستاذ ابراهيم مش تايع عني عشان ما نزودش حتى الحرج اللي عنده، وانا عارف تركيبته كويس. روحوا انتوا وبلاش انا وياكم المره دي. خلاص احنا نبعت شميس وانا وانت نروح النادي. واشمعنى شميس؟ الله جرى يا استاذ ابراهيم، انت عاوزني احكي لك على كل حاجه ولا ايه؟ ده لازم بقى في حاجه. اوف بلا استهبال، حاجات ايه؟ خلاص يا عم انا بهزر معاك، روح انت عشان رجب ما يستعوقكش. روح. يلا على طول انت تروح واحنا هنواصل للنادي. بالسلامه. سلامه يا شميس. شميس وقع ولا حد سمع عليه؟ تقول ايه؟ ام الرضا ملك الرحمه، ادب وذوق وجمال. انا شفتها وهي بتضرب رجب عشان تعالجه. تضربه؟ ده احنا شفنا ايام كده زي بتوع السيمه، رجب كان عاوز يهرب ومش عاوز يتعالج. طب دي حاجه جميله، ايه المشكله؟ المشكله بقى انه عبيط، مش عارف يفتح سكه معاها، خايف لاكون هي مش واخده بالها منه. وانت كفايه، انت اللي فاتح على الاخر. فاتح ايه بقى يا استاذ ابراهيم؟ لا فاتح ولا قافل. الشغل واخدنا من ناحيه ورجب من ناحيه ثانيه. طب وهتعمل ايه؟ والله ما عارف يا استاذ ابراهيم. الحمد لله الحمد لله. تعرف يا شميس، انا كل ما افكر في اللي حصل بحس ان انا جنبك ولا حاجه. ايه اللي بتقوله ده يا رجب؟ مش هي دي الحقيقه؟ كل اللي عملته فيك ده وانت برضو ولا كأن في حاجه حصلت. هو ده اللي بينا ايه يا رجب؟ دي عشرة عمر يا راجل. ولا عشرة ايه؟ مش اخد وعطا؟ انا طول عمري عمال باخد منك، عمري ما اديتك حاجة ولا حتى كلمة حلوة. هو اللي بين الناس وبعضيها بيتقاس كده يا رجب؟ ما تقولش الكلام ده تاني. هو لازم كل واحد ياخد من التاني عشان يحبه كفاية؟ كفاية ايه يا راجل يا طيب؟ الدنيا برضو لازم يبقى فيها اخد وعطا. بس تعرف يا شميس، على قد قعدة الواحد هنا في المستشفى والقرف اللي الواحد شافه، انما برضه في حاجات بتبقى مش بايدك. قصدك ايه؟ اللي قصدك ايه؟ مالك؟ خفت كده ليه؟ انا قصدي شوف، الواحد برضه كان متجوز وساب مراته وجيت هنا، ما كنتش عارف ان انا هقع على جدور رقبتي. انت النهارده بتقول حاجات غريبه. انا بتكلم عن نصيبه بني ادم. شوف
الواحد يقعد يجري هنا وهنا وما يعرفش اللي مكتوب له في الاخر. ايه رايك فيها يا شمس؟ مين؟ اللي مين؟ يعني ما انتش عارف؟ اهي فعلا الست الجدعه اللي توقف جنب البني ادم بصحيح. المرضى؟ ايوه يا بني ادم سلمى. انا كنت خلاص كنت هكلمها اقول لها كل اللي في قلبي، بس لقيتها زعلانه شويه. زعلتها بسرعه؟ زعلتها يا بني ادم، وانا اقدر ازعلها؟ دي بني ادمه كويسه جدا، بس انا مش عارف اكلمها قبل ما اخرج من هنا ولا استنى لما اخرج واقف على رجليها من تاني. اقول لك ايه، ما تكلمها انت يا لشميس. انا ولا تبقى بايخه؟ ما تنطق يا جدع تقول حاجه. انت بتحبها بجد يا رجب؟ ده ايه السؤال البايخ ده؟ احسن ترجع وتكسفنا، دي بنت مش بتاع لعب ولا جري. انت شايفها جد وما تحبش الحال مايل. ما هو ده اللي خلاني احبها يا لشميس. ها هتكلمها بدالي؟ بيتهيألي انت تكلمها احسن. انت هتفضل طول عمرك خايب كده؟ بقى انا بجرأك عشان لما تقع في بنت الحلال تعرف تكلمها كلمتين على بعض. هو انت اللي جريء قوي. انا كنت خلاص هكلمها، بس قلت يعني لو حد غيري كلمها يبقى احسن. جايز تكون مش رايداني او حد متكلم عليها. تعرف يالي لو وافقت انا هعمل عمايل، هشتغل ليل ونهار لغايه اما اقف على رجلي واثبت لها ان انا راجل بحق وحقيقي. على كل حال لو مش عايز تكلمها انت مش اشكال، انا ممكن اخلي رؤوف يكلمها، بس هي توافق. وعلى فكره لو ما وافقتش انا مش هزعل، لان انا بحب لها الخير معايا او مع اي حد. اه والله. ها هتكلمها؟ مالك بتبص لي كده ليه؟ لا بدأت فعلا، واختي مديحة بتساعدني، اخدت الكتب بتاعتها بتاعت السنة اللي فاتت، وكل ما الاقي وقت فاضي اديها مذاكرة. يعني واخدها جد؟ الحمد لله، بس على فكرة بابا ما يعرفش الحكاية دي، ومبسوط قوي لما الشغل مشي في الورشة. تخيل، مش راضي ياخد ولا مليم الفلوس اللي استلفتها منه. ايه يعني راضي عنك؟ الحمد لله. طب ما تقول له يجوزك. يجوزني ايه؟ انا اللي هجوز نفسي. بقالي سنة اسمع منك الكلام ده. سنة يا خال بس. خال؟ طبعا خال. تلاقيك زعلان انك قابلتني، كنت عاوز ناس تانية. الله الله. بتضحكوا على السيرة. بتضحكوا على ايه؟ مين اللي غلب في البينج؟ انا طبعا. ده غلبني غلب. هو بيلعب كده على طول. اه خلي بالك منه كويس قوي يا خال، ده مدرب المركز عايز ياخده في الفريق. الله، امال فين معه قبل نبيله؟ ما جبتهمش معاك ليه؟ لو اعرف اني جاي هنا كنت جبتهم معايا. امال كنت رايح فين بقى؟ ابدا مشوار كده، وبعدين قابلت رؤوف وجابني على هنا. وغلبتك يا خال. حقيقي انا بتكلم جد. خالي بقول لك ما بهزرش. طب هو قال لك حاجه؟ يا بت ده انا مربيكي. انت دايما كده يا خالي. طب قولي لي انت موافقه عليه؟ يعني هو معقول؟ معقول ولا مش عاجبك؟ عايزني اقول اكتر من كده ايه يا خالي؟ يعني لو تقدم لك واحد زيه. بقول واحد زيه ممكن توافقي عليه، ولا المؤهل العلمي يبقى عائق بينكم؟ انت بتتكلم ازاي بس يا خالي؟ من امتى الانسان بمؤهله ولا بدراسته؟ اللي مخليني مصر على السؤال ده ان لما سيد جه يخطب مريم كان اعتراضك مبني اساسا على انه مش متعلم. لا لا يا خالي، انا قلت انه جاهل يعني ميح، مفيش مستوى ادنى للثقافه. كده انا اطمنت عليكي. قولي لي بقى بصراحه، بتتكلموا مع بعض كده بصراحه؟ من جهة الصراحة فبنتكلم بصراحة قوي. امال قلقانين ليه؟ مين قال ان احنا قلقانين؟ محدش قال، بس انا ليا احساس بحس بيه وعينين بشوف بيهم. اه منك يا خال انت. تكلمي في الحب. هنتكلم في الحب ازاي؟ اه زي المسلسلات العربي يعني؟ هيبقى دمنا تقيل قوي. ويبقى تقيل ليه؟ يعني يا خالي الحب ده زي ما انت قلت نبع إلهي، محدش بيعرف بيجي إمتى ولا إزاي ولا لمين ولا فين. الكلام ده مظبوط، بس دي مرحلة، إنما المرحلة التانية لازم النبع ده ينطلق ويظهر ويخرج.
واحنا اللي بنخليه يخرج ولا هو بيخرج لوحده؟ تضحك على ايه يا خالي؟ انا قلت حاجه غلط. طول النهار وعايز ارتاح شويه. انا قلت له ما يتحركش الا باجي. هو حصل حاجه؟ لا هيحصل ايه؟ تلاقيه بس تعبان فعلا بجد. اقعد. انا عايز اتكلم معاك. خير يا راجل. معقوله هنتكلم في حاجه زي دي دلوقتي يا خالي؟ ايه يعني دلوقتي؟ الله، في الحاله اللي احنا فيها دي يا مريم. الحاله كويسه والحمد لله، بس احنا اتاخرنا على الراجل. انا لازم اديله كلمه بكره. حبيبه انت مستريحه له ولا لا؟ يا خالي احنا ظروفنا وحشه وانت عارف. ظروف ايه اللي وحشه؟ يعني البيت يا خالي، فوزي هيسافر ويسيبنا، وكامل لسه في سنه اولى جامعه، ورجب محدش عارف هو فين، ولا حد منكم دور عليه ولا سال، ولا كانه اخونا. رجب بكره هيرجع واحسن من الاول. انت عارف طريقه يا خالي؟ وهعرف منين يا بنتي؟ بس الدنيا مش هتقف عشان رجب مش موجود. وبعدين ايه لازمه الكلام اللي انتوا عاملينه ده كله؟ صراحة بقى يا خالي المصاريف. احنا هنعمل خطوبة وبعدين انت تقرري اه ولا لا. بس يا خالي انا خلاص ما بقاش حلتي اي حاجة، انت عارف ان كل حاجتي راحت. كل حاجة ممكن تتعوض، بس المهم انت تروقي وبلاش حالة القلق اللي انت فيها دي. وبعدين انت فاكرة نفسك لسه صغيرة ولا ايه؟ وخالك مش غريب وعارف كل حاجة، وهو بيدور على مصلحتك. اذا كنت مش عاوزة ورافضة قولي وهنصرف نظر عن الموضوع خالص. لا يا خالي مش قصدي. امال ايه القصد بقى؟ وشها هيحمر اهو يا خالي. فكريه بلاش هزار بقى. هي موافقه بس يا خالي عامله نفسها مكسوفه. ايوه اهربي يا عروسه. ما تكسفيهاش بقى يا فكريه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. اهلا يا فوزي. ازيك يا فوزي؟ ازيك. هو صحيح يا خالي فاروق الغزاوي هيسيب الشقه؟ ايوه هيسيبها. الله، طب ما قلتلناش ليه يا خالي وفرحتنا؟ هيسيبها كمان شهر ولا اتنين وهاخد المفتاح من حاج سليم. يا ساتر، ده كابوس ونزاح. اهو دلوقتي بقى نقدر نأجرها ونستفاد بيها. نعم نأجرها. وما نأجرهاش ليه يا فكريه وناخد مقدم يفك ازمتنا، يعني مش هناخد خلوه ولا حاجه. الله، ونأجرها ليه؟ ما نخليها لحد من اخواتك يتجوز فيها. ليه بقى يا مريم؟ مش البيت بتاعنا كلنا؟ يعني المفروض كلنا نستنفع بيه؟ ايه ده؟ ايه التفكير الغريب ده؟ يا سبحان الله، كأني هستفد بيها لوحدي. ناقص كمان تقول نبيع البيت ونقسم تمن. جرى ايه يا فوزي؟ هو انت ناوي تسافر وما ترجعش تاني؟ ايه يا خالي؟ ساكت يعني ما بتتكلمش ليه؟ اقول ايه يا بنتي؟ ما هو كلام فوزي ده اللي مخليني ساكت على حكاية الشقة. الولد فوزي ده طلع مالك كبير قوي يا بابا. البركة فيك يا ست هانم. ليه بقى؟ ما هو انت اللي معرفتيش تعلميه اي حاجة ولا تخلصيه من الانانية اللي هو عايش فيها دي. طول عمري بقول الكلام ده. مها، معلش بس عشان مامتك قاعدة. ما مش معانا خالص. مالك يا ست الكل؟ انا هقوم اعمل لكم الشاي. هي ماما مالها؟ بابا من فضلك، انا مش دعوه بالخصوصات اللي بينكم، انا كمان عندي مشاكل. عن اذنك. نبيله. ايوه يا ابراهيم. مالك يا نبيله؟ يعني مش عارف مالي؟ عشان ما روحتش ازور والدتك؟ وهي دي حاجه سهله؟ فين اتفقنا يا ابراهيم؟ بدل ما انت بقى فتحت الموضوع ده تعالي وارجوك تتكلمي بصراحه كامله. انا صريحه يا ابراهيم.
ايه اللي انت جبتيه النهارده ده من عندهم؟ ده من بيت ابويا. نبيله، انا كل ما اروح عندهم احس ان انا رجعت لورا 20 سنه، احس ان انا كاني لسه بعرفك. يا ابراهيم انت اللي حساس زياده عن اللزوم، وكل كلمه بتاخدها على نفسك. دول اهلي وبيحبوني، بابا بيحاول يعوضني عن كل الايام اللي اتحرمت منهم فيها، وبعدين دي مجرد هدايا. كل ده هدايا؟ التلفزيون وكسرت بخاطري، وكنت عاوز تتخانق معايا قدامهم. دول اهلي يا ابراهيم وبيحبوني. ده بيحسسني بالعكس يا نبيله، بيحسسني ان انا مش قادر احقق لك اللي انت عاوزاه. ابراهيم ارحمني من افكارك دي، وحاول تبص للموضوع وانت براه، هتلاقيه عادي جدا، انما انت بتبص له من زاويتك انت بس. الله 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 الله. الشاي. عبد الظاهر، انت زعلت عبد الظاهر؟ ابدا، هو الجواز بالقوه ولا بالغصب؟ ده كله للجواز. انا عارف عبد الظاهر ان انت قلبك كبير، وعارف كمان ان انت عملت كل ده علشاني، وغصبت حتى على اختك. انت بتقول ايه؟ انا وانا معاها كنت بحس ان قلبها بيدق من الخوف، فاكراني مجنون يا عبد الظاهر، مش ممكن هترضى بيا الا اذا كنت انت وراها. انت عامل على كده؟ انت بس بيتهيألك. لا لا عبد الظاهر، انا مش بيتهيألي، وبعدين خالي اللي جوه القلب ده لوحده. خلاص، ما دمت انت عايز كده، وعايز كمان خدمه تانيه. تحت امرك. عايز اعرف فلوس العلاج والدكتور. فلوس ايه وعلاج ايه ودكتور ايه بس يا رأفت؟ اسمع يا عبد الظاهر، والله ما هقبل ولا مليم. انت بتحلف ليه؟ ده انت هتزعلني منك كده حقيقي بقى. لا يا عبد الظاهر ما تزعلش ولا حاجه، انا كفايه عليا بس وقفتك جنبي انت والمدام، محدش في الدنيا دي واقف جنبي غيرك انت وهي. ارجوك قول لي بقى وريحني. اقول لك ايه، ما اصل اللي احنا دفعناه مش هيجي حاجه جنب اللي دفعته مريم بصراحه. ايه مريم؟ هي قالت لنا ما نقولكش، لكن هي دفعت معظم فلوس الدكتور. يا رأفت انتوا زمايل والناس لبعضيها. السلام عليكم. وش منها فين؟ أنا في نص هدومي. ليه؟ ليه يا مريم؟ ليه تعملي كده؟ مريم فوزي، قوم صالح إخواتك اللي أنت زعلتهم. أنا برضو اللي صالح؟ هو كان مين فينا اللي غلط؟ حد يفكر كده يا فوزي؟ بقيت اناني وما بحبش الا نفسي عشان بفكر في الخير للكل. هو يعني الفلوس دي لما تيجي مش كل واحد هياخد له قرشين ينفعونا في وقت الزنقه اللي احنا فيها؟ ما انت لو تتفاهم معاهم كده بالعقل هيوافقوا. ما انا اتفاهمت بالعقل قبل كده، حصل ايه؟ خالك رفع سيفه والكل وراه. خلاص اتفاهم انت مع كامل واتفق معاه. كامل؟ كامل ده بالذات مش هتفاهم معاه في حاجه. مش عايز تتفاهم معاه ليه يا فوزي؟ ايه اللي اخرك يا كامل؟ ابدا. اعمل ايه؟ كان عندي محاضرة متأخرة والقط اتأخر شوية. اسكت، مش الناس اللي تحت هيسيبوا البيت ويمشوا؟ ايوه ما انا عارف. عارف؟ عارف من امتى؟ ما هو الحاج سليم هو اللي خلص الموضوع، وانا اللي قلت له بيدي المفتاح لخالي ابراهيم. لا فالح قوي يا اخويا، هو خالك له ايه في البيت ده؟ اللي ليه ايه؟ هو الكبير بتاعنا على الاقل. الكبير بتاعكم انتوا؟ لم لسانك يا فوزي. هو هيتحكم فينا؟ طب انتوا راضيين انه يمشيكوا زي ما هو عايز، لكن انا لا، ما تدخلونيش معاكم في الموضوع ده. فوزي، انت عايز ايه بالظبط؟ منك انت مش عايز حاجة. انت مش بتشتغل وبتجمع فلوس علشان السفر؟ عايز ايه تاني؟ اصل هو قصده لو احنا اجرنا الشقه اللي تحت ديت يعني ممكن ناخد منها مؤدب. عشان ايه بقى؟ ياخد هو نصيبه ويتكل؟ عايز ايه؟ تاخد الدنيا خطف؟ فكريا مش عارف يا اما، مش عارف هتقولي عليا ايه، بس
هقول ايه بس يا ضناي؟ دي عين مصابتك من يوم جوازتك من البنت دي. لا يما، مريم احسن منها الف مره. البنت التانية دي عايزه تمص دمي وتفرقوا على عيلتها. مريم كانت انوع وعايزانا ابقى كويس. يا ربي، هو انا هتشمت في ابني؟ مش كله منك انت يا سيد؟ ايوه اما اعمل ايه بس، الشيطان ركب دماغي في الاول وفي الاخر. اعوذ بالله، ده انت بقت عدم يا ضنايا. كله من وش المصايب هي وعيلتها. دخلت البيت ياما، مريم فتحت لها زي اختها واتدحلبت لحد ما جابت رجلي. انت لو تعرفي بتعمل فيها ايه ياما كنت عذرتيني. بس بقى يا سيد ما تقطعش كبدي، ما قلتلك من الاول ناخد اللي على قدنا. انا اللي وحش ياما، انا اللي وحش، بطرت عن النعمة اللي ربنا بعتها لي. مريم دي ما فيش حد زيها ابدا. انا اللي كنت اعمى، مش عارف ايه اللي صابني. وبعدين يا ضناي هتعمل ايه؟ هو البني ادم كده، يجيله الخير لحد عنده وهو يفتكره شر. احنا بناتنا عيل يا اما. اكلم لك خالك يشوف له صرفة. لا، هيقول عليا ايه بس؟ الله، هو غريب يا ولد. انا اصلي زعلتها زعل جامد قوي ياما، ولازم انا اللي صالحها. هترجع تاني تركب فوق دماغك وتجي تعيط لي هنا؟ تركب ياما تركب، ايامها كان ليا قيمه احسن من دلوقتي. ان كنت عايزها بجد يبقى مفيش غير حل واحد. هو ايه بقى ان شاء الله اللي بقى كده؟ انت اللي طول عمرك بتشتكي من فوزي، حاول يا اخي تقرب منه وتفهمه. حاولت كتير يا مديحه لكن ده مفيش فايده. يا سلام، وهو ايه يعني اللي خلى رؤوف يتغير؟ مش لما لقى حد يفهمه ويقدر يقدره كبني ادم؟ مديحه انت بتكلميني وكاني قاعده اتفرج على فوزي. هو مش كان متعلق بخالك؟ حتى مها مش قادره تعمل له حاجه. دلوقتي يا ستي ما بيشوفوش بعض خالص، ولو اتقابلوا بيتكلموا كلام عام كانهم ما يعرفوش بعض. تعرف ايه اللي خرجه من اللي هو فيه ده؟ انه يلاقي حد يفهمه ويقدره كبني ادم. زي مين كده بقى يا ست مديحه؟ كامل، انا عندي سكشن مهم ومش عايزه اضيعه. اقعدي بس ما تهربيش، لسه ميعاد السكشن بتاعك ما قربش. انت كمان لازم تلحق المحاضرات بتاعتك. طب اقعدي نشرب اي حاجه ولا حتى نفطر؟ لا يا عم، انا هروح انا بقى واعمل حسابك ان احنا لازم نتقابل الساعه 5 عشان نلحق القطر. خلاص، ما دمت هتخلصي بدري يبقى نحاول نتقابل هنا ونلحق قطر 3 او 4. ماشي، مع السلامه. قطر ايه يا سكامل اللي هتلحقه؟ اللي اقول مين دي؟ وانت مالك؟ لا بس قول لي ايه الموضوع احسن، هفضحك في الكليه كلها. انت مش بتقرا؟ ما تقرا وانت ساكت. ايه رايك بقى ان انا اعرفها كويس قوي؟ مش دي مديحه بتاع كليه التربيه؟ الله، ده انت براقبنا بقى. لا ابدا، بس قول لي انت عرفتها ازاي؟ وبتسال ليه؟ لا ابدا، بس عشان ابقى اقول لابو طايل. ابو طايل؟ مين ابو طايل ده؟ حد ما يعرفش ابو طايل؟ ده رئيس اللجنة الثقافية بتاع كلية علوم. وإيه دخله ده؟ دخله ده؟ ده كل الطلبة عارفين إنه هيخطبها. يخطبها؟ أنت بتتكلم إزاي؟ الله، إيه اللي حصل يا جدع أنت؟ لو سمعتك تتكلم عليها نص كلمة مش هيحصل لك طيب. طب سيبه يدوم طيب، أنا قلت إيه؟ أنا عايز أفهمك. بس فاهم نفسك، دي قريبتي، وأي حاجة تنساها تبقى تنسيني أنا. أنا مسيتها يا جدع أنت. أنا قلت لك أهو أنت حر. أنا حرام الورشة يا بابا. بقول لك إيه، الصناعية بيشتغلوا ومش عاوزين حاجة، لازم تبقى مع صاحبك وخارج من المستشفى. البركة فيك أنت يا رؤوف. شميس، هتيجي معايا؟ أنا هتيجي معايا. أنا عارف أنت مش عايز تروح. مش عايزين نتكلم في الحكاية دي. يا جدع هو حصل حاجة ولا هو لسه اتكلم في حاجة؟ لا يا رؤوف، أوعى توقعنا في الحكاية دي مع بعض. أنا مش هوقعك ولا توقعه. هو طلب مني أكلمه، أنا قلت له لا ما أقدرش. ما تحرجنيش في الموضوع ده. ليه بس يا رؤوف؟ أنت يعني كده بتخدمني؟ أنا بخدمك ولا بخدمه؟ وده كلام يتقال يا بني ادم؟ اذا عرف هو الفتاحة كان بيها رضيت بيه، كل شيء نصيب. ما رضيتش خدها يا شميس. لا لا لا، بقول لك ايه، انا ما قلتش كده. انا صرفت نظر عن الحكايه دي. ليه؟ عشان رجب ده لسه قايم من عيا وبيتعلق بالشاي يا رؤوف. نقوم ناخدها منه؟ مين قال لك ان احنا ناخدها؟ هو مش هيزعل لو هي ما رضيتش. وبعدين معاك يا رؤوف، خلي كلامك دغري، انا مش ناقصك دلوقتي. بس تعرف بنفسك وتسمع بودانك قد ايه رجب بيحبك وانت بتحبه. اوعى تكون قلت له حاجه. ممكن بقى نتكلم في المهم وسيبك من لعب العيال ده. إيه انت بتلعب من ورايا يا جدع؟ بلعب ايه؟
دلوقتي رجب هيقعد معاك كام يوم كده في البيت. ليه؟ هو مش هيروح بيتهم؟ انا كمان انا كمان. بس 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 يا محمود يا حبيبي يا ابله، الظاهر ان مدام مريم هتتاخر بقى، فانا حاسبه على البيت بقى وهي تبقى تحصلني يعني. بس المدام هتتضايق كده يا معلم. لا لا هتتضايق من ايه بس، انا ابو الواد يا ابله يعني ما فيهاش اي حاجه. هي بس هتقول لها ان انا رحت على البيت بمحمود وهي هتحصلني على طول. يا استاذ سيد يا استاذ سيد يا استاذ سيد. بس السيد خد الواد وجري. ايه بس يا محمود بقى يا اخي، اعمل ايه دلوقتي؟ بس طب بص 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 اهو، طب بص 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 خلاص بص اهو اهو بص بص. طب بلاش دي 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 يعني انا بلاش دي، خد دي. طب تاخد دي. طب بص طب كل محمود محمود انا عايز اقعد معاك، ما تقعدش تزن كده يا محمود حرام عليك. انا بابا بس مش عارفني. بس انا خلاص تعالى بقى مفيش فايده. انا مستعد اعمل لها كل اللي هي عايزاه بس ترجع بيتها. وهو اللي انت عملته يا معلم ده هيخليها ترجع بيتها؟ يا ترى راحت فين دلوقتي؟ زمانها مقطعه روحها من العيال. انا ما كانش قصدي والله، انا قلت ان هي هتيجي تشوفه في بيتها. جرايه يا معلم، هي لسه على ذمتك؟ كل حاجه تتصلح يا ابله، انا كانت نيتي خير والله. ولا عشان لقيت الواد اتسرع بين ايديك وخفت وجبته جري على هنا؟ لا 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 ابدا، انا لقيت الواد فرهد في ايدي فخفت وجبته وجيت على هنا جري. يا ترى راحت فين دلوقت؟ طب وانت ما سبتش خبر في الحضانه ولا قلت انت رايح فين؟ لا انا قلت ان هي هتقدر وتعرف ان انا خدته على بيتها. برضه هيرجع يقول لي بيتها. خلاص بقى يا فكريه، لما ترجع تبقى تشوف صالحها فين. لا مش خلاص يا حبيبه، كلامك ده هو اللي خلاه يعمل كده. فكريه عيب ما يصحش كده، ورميته لاختك في الشارع وطردها من البيت زي الكلبه، هو ده اللي صح؟ سيبيها يا ابله، انا استاهل كل اللي يجرالي، بس والله انا ما كانش قصدي والشيطان وزني وما اعرفش ايه اللي خلاني اعمل كده. مش هو ده اللي هتقوله؟ بلا كلام فارغ بقى، مفيش حد بيعمل حاجه غصب عنه، والبني ادم طالما عنده عقل ومخ يميز بيهم محدش بيجبره انه يعمل حاجه هو مش عايزها. الحقيقي يا حبيبه ابني اتسرق. مريم طمني. ابني يا حبيبي يا ابني في حاجة
حاجات عايز اعملها قبل ما اروح. على العموم البيت بيتك يا راجل، ولونه مش قد المقام. وليه مش قد المقام؟ ما تحاول تخليه على قد المقام حتى عشان نشجعكوا على الجواز رؤوف. طب خلاص انا اروح اشوف الدكتور عشان نسلم عليه قبل ما نمشي. على اذنكم حبيبه، عصفورتين حلوين. مالك يا شميس ساكت ليه؟ ابدا يا راجل، انا مبسوط لك قوي والله. تعرف يا شميس الكلام اللي قلته امبارح كان ناقصه حاجه واحده بس. ايه هي؟ ان حياتي انا ملهاش قيمه ولا طعم من غير واحد زيك يحبني ويخاف عليا اكتر من نفسه. جرايه يا راجل، ماليش لزوم الكلام ده. هو انا عملت ايه؟ كل حاجه يا شميس، كفايه بقى ما تعذبنيش اكتر من كده. مش كل حياتك هترميها كده عشان خاطر صاحبك. بص لنفسك يا جدع. هات ايه بس؟ انا مش قلت لك لو سلمى ما رضيتش بيا انا مش هزعل؟ انت كلمتها؟ لا، بس كنت حاسس بيك. انا لسه وحش يا شميس، انت غلبتني وما رضيتش تجيب سيره. سيره ايه؟ انت عينك على سلمى يا شميس، انا عرفت ده من عينيك، ورؤوف كمان قال لي كده. رؤوف ده دايما غاوي هزار. كنت هتخلينا ارتكب ذنب ما سامحش نفسي عليه ابدا. ذنب ايه بس؟ انا ما بحبش سلمى قدك يا شميس. انا لقيت واحده حلوه وبتفهم فلزقت لها، انما سلمى ما تسالش غير واحد زيك انت. اسكت بقى يا رجب، يلا بينا علشان نمشي. انت كنت فاكر ان انا هتعب او هيحصل لي حاجه فقلت لنفسك رجب اولى بيها منه. لا يا شميس، انا مش هخليك تعمل فيها كده تاني ابدا. مش هتفضل طول عمرك تديني وناخده بس، ده انا عمري ما اديتك حاجه يا جدع. انت بتتكلم عن حاجات غريبه قوي يا رجب. مش غريبه ولا حاجه يا راجل يا طيب يا ابو قلب ابيض انت. ادخل. صباح الخير. صباح الخير يا رأفة. ايه ده يا رأفة؟ فلوسك يا مريم. فلوسي؟ ايوه، فلوس علاج اللي دفعتيه. ليه كده يا رأفة؟ عشان حاجات كتير مش عايز اتكلم معاكي فيها عشان ما تتضايقيش. مش هتضايق. أهم حاجة اللي مش هضحك على نفسي من النهاردة، ممكن أتكلم معاكي بصراحة. مريم، شعوري ناحيتك لسه زي ما هو، ما تغيرش من ساعة ما شفتك أول مرة. ما تخافيش، أنا مش هطلب منك حاجة دلوقتي. أنا قعدت مع نفسي فكرت، لقيت اللي جرالي ده جرالي علشان كنت بضحك على نفسي. أنا كنت عايش في خيال، خيال ملوش أي علاقة بالواقع. عشان كده لما صدمت بالواقع كانت صدمتي كبيرة قوي. أنا مش هسافر يا مريم، أنا هقعد هنا وأشتغل. هشتغل مع أخويا، أخويا رجع وفتح ورشة وأشتغل معاه. هشتغل ليل نهار، وساعتها هقدر أواجه الواقع وأقدر أجيلك وأقولك إن رغم كل اللي حصل شعوري ناحيتك لسه زي ما هو، ما تغيرش. خد فلوسك يا رأفت. دي فلوسك يا مريم. رأفت خد الفلوس بقولك، عيب قوي كده. لو انت مصرة اني اخدهم يبقى اعتبر دي موافقة. انا مصرة.
اتفضلي يا ست سلمى. الف الف مبروك يا رجب، زي ما قلت لك مش عايزين نشوفك هنا تاني عيان. هم دول بقى العصافير اللي انا قلت لك عليهم. ايه بتبصولي ليه؟ مش كل واحد فيكم كان عايز يقول لها؟ انا بقى اختصرت السكه وقلت لها على كل حاجه. بصراحه بقى انتوا التلاته ما تتخيروش عن بعض. ايوه زي الشجعان التلاته. بس يا خساره سلمى بقى معرفة فتحتها من سنه، وخطيبها جاي كمان شهر عشان يكتب الكتاب. على كل حال دي حاجه ما تزعلش، لاني فعلا كنت هختار اي واحد فيكم. بكره ان شاء الله تلاقوا اللي احسن مني. اسلم عليكم بقى عشان اروح اشوف شغلي. اتفضل يا حضرتك. موقف مؤثر قوي. بعد اذنكم عصافير. ايه لازمه الحاجات اللي انت عملتها دي؟ لازم الافلام دي اعمل لكم ايه؟ روحت اعرف البنايه ايه اللي في دماغها، لقيت دماغها مش معاكم خالص. براءه بقى كان لازم تقول لنا عشان ما تحرجناش كده. يا اخوانا هدوا نفسكم، دي بنت كويسه يعني اخت لكل واحد فينا، ومفيش بقى حاجه لما الواحد يغلط قدام اخته. يلا يلا بينا نروح نسلم على الدكتور قبل ما نمشي. هنروح نلاقيك موضوع لنا مقلب عنده هناك. ليه؟ هو في حد فيكم بيحبه؟ يا عصافير تيجي نركب النص نقل الحلوه دي. هي دي؟ اركب يا بطل. هي يا بطل. الله ده كتير قوي يا جماعه. مفيش حاجه تكتر عليك يا ابو رجب، انت بتحسب تاخدها بجد؟ انت هتشتغل عليها لغايه ما تسد تمنها. دي بتاعت الورشه يا جدع. لا هي ورشه بتكسب كتير كده؟ هنعمل شغل الورشه وطلبيه الحاج سليم. هو الحاج في الموضوع؟ لا يبقى نركب بقى. بقول لك ايه؟ معاك رخص؟ رخص مين يا غشيم؟ الرخص دي اللي زيك. يلا يا شميسه معلمك السواقه زي زمان. على فين يا رجب؟ بقول لك ايه؟ لازم نروح لابويا الاول ونطمنه ونقول له كل حاجه قلصته. لا الحاره لا دلوقتي. ليه بس؟ طب عايز تروح فين؟ نروح حته هاديه كده نعرف نتكلم فيها كلمتين مع بعض، نطلع اللسان. اللسان؟ انه لسان؟ ده؟ لا مالا ده لسه فايق. لسان ايه يا جدع؟ ألف مبروك يا رجب. توكلنا على الله. قشطة يا باشا. قشطة. يلا ورينا سواقتك العرجة. الله نفسي بقى اقعد في الحته دي بين البحر وبين النيل، المايه الحلوه والمايه المالحه، اشرب شويه مايه حلوه تطهر جوفي من اللي فيه، واغسل نفسي بالمايه المالحه اطهر جسمي. تفتكر هقدر يا رؤوف؟ تقدر يا رجب ومن غير نزول خالص. مش عارف، كل ما افكر في اللي انا عملته ببقى متضايق من نفسي قوي، ببقى نفسي الارض تنشق وتبلعني. ايه اللي انا عملته ده؟ انا كنت شايفكم قدامي صحيح، بس مش عارف مين دول. بتكلموني وبسمع كلامكم، كلام بيخش من هنا ويخرج من هنا، ما كنتش بسمع غير نفسي، وما كنتش شايف غير اللي انا عايزه بس. ازاي تفكر كده يا رجب؟ انا عارف يا شميس ان انتوا فاهميني كويس وعارفين اللي انا بقوله، لكن انا بتكلم عن ناس. رؤوف تفتكر الناس هتقدر تنسى اللي انا عملته؟ هتغير فكرتها عني؟ انا كنت زيك كده يا رجب، لما غلطت غلطه كبيره في حق نفسي، في حق ابويا ولقمه عيشي ورزقي،
اللي فوقني ساعتها ومحدش يعرف الحكايه دي لغايه دلوقتي هو واحد بس، المرحوم ابوك. هو الوحيد اللي كان عارف كل حاجه، هو الوحيد اللي كان عارف العمله السوداء اللي عملتها. بكلمه واحده منه كان ممكن اترمي في السيب. قعدت افكر كتير ودماغي تروح وتيجي. لقيت ابوك لو كان اتكلم كلمه واحده كان زماني مرمي في السجن، ولو كان ابويا كان رماني في السجن يا رجل. لكن المرحوم ابوك الله يرحمه هو الوحيد اللي وقف جنبي. مش عارف يا رجل، بصلي بصه واحده كده وهو ساكت، ما قدرش يتكلم ولا كلمه. البصه دي كان فيها كل اللي انت خايف منه دلوقتي، بس الحمد لله لولا البصه دي يا رجب كان زماني مرمي في السجن. ابويا كان حاجه ثانيه يا رؤوف الله يرحمه بقى، لكن الناس بصتهم ليا كلها شك وقلق وخوف، مش واثقين ان انا ممكن ارجع تاني انسان كويس زي زمان. واخواتي تفتكر هعرف اقابلهم ازاي؟ يعني لو انا نسيت اللي حواليا هيقدروا ينسوا؟ هو انت كنت سليم يا رجب؟ ما كل واحد في الدنيا متعرض يغلط ويعيا وتجيله اي مصيبه. وهو ده بقى اللي مخليك خايف تروح الحاره؟ ما تخافش ما تخافش يا ابو رجب، اهو كلام جوه الواحد. يا بجد الواحد استريح يعني. المهم انت ناوي على ايه؟ ما تخافش يا شميس، انا لازم اطور رقبتك انت ورؤوف. مش معقول اللي عملتوه معايا ده يروح هدر كده، بس الاول لازم ارجع اللي سرقته للبيت. كويس انك جيتي دلوقتي يا مريم. مها وابراهيم خرجوا عشان نتكلم براحتنا ومفيش اي حاجه تاثر عليكي. مع اني مقتنعه بحاجات كتير جوايا، لكن قبل ما اقولها لك برضو عايزه اعرف رايك. طب ليه عايزه تعرفي رايي وانتي واخده القرار جواكي؟ نفسي احس اني ابتديت افكر بشكل تاني، على الاقل مش زي الاول. مفيش شك ان سيد اتغير، هو قابل خالك اكتر من مره وحاسس بغلطه، وده في حد ذاته كويس قوي. انا كلمت خالك كتير وانتي عارفه تفكيره، يعني حكايه الست المطلقه. قصدك نظره الناس يعني؟ ما تفهمنيش غلط يا مريم، انا ما اتجوزت خالك كانت نظرات الناس لينا كل يوم بتجرحنا. انا فاهمه كل ده، لكن انا ما اقدرش اغير تفكير الناس، كل واحد حر في اللي يقوله. خلينا في المهم. المهم ان خلاص الايام الوحشه اللي مرت بيا غطت على اي حاجه حلوه. انا ما كنتش شايفه وما كنتش حاسبه حساب بكره، لكن ما اقدرش ارمي نفسي تاني في النار واقعد احوشها احسن تحرقني. انا ممكن استحمل اي ظروف واي حاجه، لكن ما اقدرش افضل كاتمه في نفسي وابات كل يوم في نكد. حتى في ظروفه دي؟ انهي ظروف دي؟ انت اللي بتقولي كده؟ طب وهو البني ادم بيتعلم من ايه غير من تجاربه في الحياه والزمن اللي بيمر عليه؟ انت نفسك اهو دلوقتي اتغيرتي وبقيتي تبصي للامور بنظره تانية. انت فاكره ان سيد عايز يرجع لي انا؟ لا، لو كان عايز يرجع عشاني انا ما كانش عمل اللي عمله ده من الاول. هو عايز ينتقم لنفسه من الطاف وعيلتها. لا يا مريم، كلمه الحق تتقال. سيد عارف كويس قوي الفرق الكبير اللي بينك وبين الطاف. ايوه بس انا مش قادره استحمل اكتر من كده. مفيش واحده في الدنيا بتبقى عايزه تهد بيتها بنفسها، لكن هبقى بضحك على نفسي وتبقى حياتي كلها كدب في كدب. انا معاكي وعارفه الفرق الكبير قوي اللي انت حاسه بيه، بس يا ريت هو محتاج منك فرصه تانية. حبيبه بتقولي نفس الكلام ده، لكن انا كل حاجه واضحه قدامي. ازاي بس
ازاي هو يطالب بحقه في فرصه تانية؟ طب وانا حقي انا فين؟ ده احنا عمرنا ما حسينا ببعض. ده ابسط حقوقي انا ان اعيش زي ما انا عايزه. انا كل اللي يهمني دلوقتي هو ابني، نفسي اربيه في ظروف احسن من كده. انت هتفضل مبوز كده؟ طب في القطر وقلت عشان كنت قاعد لوحدي. فريدها بقى يا كامل، دول زميلاتي من دمياط وكان لازم اقعد معاهم. انت هتدخل اتحاد الجامعه؟ ايوه. هو انا مش قلت لك؟ ابو طايل ده بقى مين؟ ده بتاع اللجنه الثقافيه بتاع السنه اللي فاتت، انت تعرفه؟ هو هيدخل اتحاد السنه دي؟ هو بقاله سنتين بياخد اللجنه الثقافيه دي. تعرف انه شاعر هايل وده اللي بيشد الطلبه له؟ وبيشدك انت كمان؟ ده رايك ايه؟ بتلون على ايه؟ انا ما بهزرش يا مديحه. يا سلام، ومين قالك بقى ان انا بهزر؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ايه علاقتك بالواد ده يا مديحه؟ واد مين؟ ابو طايل. والله ده انت اللي ابو طايل، هيكون بيني وبينه ايه يعني؟ مديحه اسمعيني يا مديحه، ممكن تقولي الحقيقه؟ في حاجه بينك وبين الواد ده؟ يا ابني انت هتفضل طول عمرك متخلف كده زي ما انت؟ هيكون بيني وبينه ايه يعني؟ ده زميل، مجرد زميل بيقول شعر، يعني مفيش بيني وبينه حاجه، وكل الطلبه تعرفه لانه بيعمل مجله حائط وعضو لجنه ثقافيه، وهو ده اللي بيشد الطلبه له. اصل في واحد جالي النهارده ولسن عليكم بالكلام، ده اللي خلاني. خلاك ايه؟ جرائيه كام؟ انت لسه هتعرفني السنه دي؟ ثم اللي بيني وبينك ده ايه؟ وهو اي واحد يجي يملى دماغك الفاضيه دي بكلمتين تصدقه؟ مديحه انا اسف. اسف اسف اسف، انا مش قادره اعرف انا هفضل مستحملاك لحد امتى. شوية بتاعك هنا، وانت عباس حط شوية تاني هناك. يا اخي مش ويش بعملوا ايه؟ ولا كان مرسي اوه مرة معلمة ايه الخشب دي عايزين ننقلها بكرة اوه مكانك ده هو يلا حركة اهلا اهلا خلت لنا البركة يا مرسي ولا كلمة يا اخوي قدام على البوكس جاهز الشمع يا عسكر عشان نشمع الشقة الله الله يا ابراهيم ايه رايك بقى في الفكره دي يا نبيله دي فيها خلاصه تجربتك كلها بس تفتكري تنفع هنا في البلد عندنا طبعا بس يا ريت كل اللي فيها يتحقق يا نبيله انا كل ما اديلك حاجه تقريها تطبقيها على حوالينا تعرف هي بتقول كده ليه يا بابا عشان هي تعرفك عارف لو ما تعرفكش كانت يا بكاشه انت شعرفك في الحاجات دي تعتبر الجزء الثاني للجزء الاول اللي انت بداته يا ماما ارجوكي قولي مره واعترفي ان انا بفهم من الزائر من ويعود الشاب في النهايه الى بيت اسرته ستار الختام مفاجاه المسرحيه اتحققت ربا الحمد لله على السلامه الله يسلمك الله يسلمك انا مش مصدقه عينيا الحمد لله على السلامه يا راجل الله يسلمك مش قلت لكم المسرحيه اتحققت ايه ده مسرحيه جديده سيبك منهم دول زي اخواتك ويا ترى بقى شكلي فيها ايه زي ما انا ولا حصل تغيير لا حصل تغيير طبعا بس انت بقيت احلى من اي خيال يلا ما تطلع معايا بقى خال لا النهارده فرحتك وتطلع انت لوحدك لا والله لا تطالع عندي ميعاد في القهوه اخلصه وحاجه احسن كده هستناك خلاص ماشي هي دي العربيه ما انت عارف كل حاجه بقى خير ما تعرفش يا رجب انا فرحان بيك قد ايه الحمد لله وايه اللي في العربيه دي حاجات زي ما تقول كنت سالفها من اختي حبيبه طالع عشان ارجعها لها طيب يلا على فوق وانا هخلص مشواري واحصلك هستناك هجيب انا الحاجات من العربيه واطلع سلام عليكم السلام سلام ورحمه الله وبركاته الحاجات دي بدل الحاجات اللي انا صعب هيك يا رجل حاجات ايه بالله على السلامة الله يسلمك ازيك يا مجد الله يسلمك ازيك يا فكرية ازيك انت يا رجل وحشيني كلكم انت اللي وحشنا مامي بقول يا جماعة بقى نعتمد على الله ونقرأ الفاتحة وربنا يتم بخير ان شاء الله يا رب يا رب
ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. مبروك يا أستاذ. ألف مبروك يا ابني. الله يخليك يا عم إبراهيم، الله يبارك فيك. ألف. ربنا يكرمك يا رب. ألف مبروك. ألف مبروك يا حمادة. الله يبارك فيك يا عم أبو النصر. أيوة كده يا أخي فرحتني. اسمع بقى، عاوزك تنزل طقم مشاريب للقهوة واللي فيها كله. شربات يا أبو النصر. شربات يا جابر. من عينيا. حمدة، طقم مشاريب لكل اللي قاعدين على القهوه على حسابي. الله يبارك فيك يا حمادة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الف مبروك يا محمد. الله يبارك فيك يا عم جابر. ربنا يتمم بخير. الله يخليك ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك. طب يا جماعه عندي زوكم بخمسه بقى. لا لا خليك خليك انت يا عم. اقعد انت، احنا ماشيين مشوار كده. السلام عليكم. السلام عليكم. ربنا يتمم بخير. السلام عليكم. السلام عليكم. بس يا سيد انسى الحكايه دي بقى. هو انا كنت عملت ايه بس يا سي ابراهيم؟ انا قلت لك انها وزت شيطان. انا اتكلمت معاها في الموضوع ده وهي مش عايزه تركب، وكل شيء نصيب يا سيد. وانا كنت عملت ايه بس يا سي ابراهيم؟ ما انا قلت لك انها وزت شيطان. سيبها بقى تعيش حياتها، هي مش عاوزه ترجع يا سيد. انا يا سي ابراهيم انا خايف على الواد برضو. لا من ناحيه الواد اطمن، اطمن قوي برضو عشان خاطري. فكر شويه وتراجع نفسها. دلوقتي الحاله بقت عال، الفلوس زي ما هي عايزه. انا حابني لها بيت جديد تسكن فيه هي والواد، واللي هي عايزاه انا تحت امرها. يا سيد ما كل حاجه كانت في ايدك وانت اللي بعترتها. الكلام ده دلوقتي يا سيد لا هيودي ولا هيجيب. برضو البركه فيك. انا اتكلمت معاها يا سيد وانا عارف انها هترفض، انما قلت اعمل اللي عليا. انت عارف يا سيد الحكايه دي ما تجيش بالغصب، وكل شيء نصيب يا ابني. خلاص انسى الموضوع ده بقى وانتهينا. الحساب. ايوه.